والآن نمر بك عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد تحت عنوان المثلثات تصنيف وإنشاء. لا تنسوا الاشتراك في القناة التعليمية لمجموعة السلام الدراسية والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. الأهداف التي نسعى تحقيقها من خلال هذا الدرس هي تعرف المثلثات وتصنيفها تبعا لخاصياتها وإنشاؤها باستعمال الأدوات الهندسية. ونمر الآن معا لهذا النشاط التذكيري. سبق لك عزيزي المتعلم أن تعرفت الأشكال الهندسية، والآن نقدم لك مستطيل، ضلع، رأس، وسبق لك عزيزي المتعلم أن صنفت الأشكال الهندسية إلى مضلعات وأشكال أخرى. وتم تصنيف أيضا المضلعات إلى مضلعات لها أربعة أضلاع بما فيها المستطيل، المربع، وأشكال أخرى. هذه المضلعات لها أربعة أضلاع، أربع رؤوس، إنها الرباعيات. وصنفت طبعا المضلعات إلى مضلعات أخرى لها خمس أضلاع أو ستة أضلاع أو أكثر، كما صنفت المضلعات إلى مضلعات لها ثلاث رؤوس وثلاث أضلاع وتسمى المثلثات. وموضوع درسنا اليوم عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، سيتمحور حول المثلثات. ونمر بك عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، إلى النشاط الثاني. استعملت سلوى عجينة وخشيبات ملونة وكونت المثلثات التالية. الخشيبات الملونة الزرقاء لها نفس الطول، الخشيبات الخضراء لها نفس الطول، الخشيبات الحمراء أيضا لها نفس الطول، والخشيبات السوداء في الأخير أيضا لها نفس الطول. لاحظ جيدا المثلثات التي كونتها سلوى. نمر الآن عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، إلى ملاحظة هذه المثلثات ثم نملأ الجدول التالي معا. المثلث الأول، المثلث الثاني، المثلث الثالث، المثلث الرابع. لاحظ جيدا رقم المثلث واحد، المثلث رقم اثنان، المثلث رقم ثلاثة، المثلث رقم أربعة. هذا العمود يخص رقم المثلثات، سنصنف هذه المثلثات بالإجابة بنعم أو لا داخل البطاقة. زاوية قائمة، ضلعان فقط لهما الطول نفسه، الأضلاع الثلاثة لها الطول نفسه، اسم المثلث. ونبدأ أولا بالمثلث الأول رقم واحد، هل له زاوية قائمة؟ لا. ضلعان لهما الطول نفسه؟ لا. الأضلاع الثلاثة لها الطول نفسه؟ نعم. أحسنت عزيزي المتعلم، لأنها استعملت الخشيبات الخضراء والخشيبات الخضراء لها نفس الطول، ويسمى هذا المثلث الذي الذي لديه الأضلاع الثلاثة متساوية الطول
بمثلث متساوي الأضلاع. نمر عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، إلى المثلث الثاني. له زاوية قائمة، نعم أحسنت. ضلعان فقط لهما الطول نفسه، لا. الأضلاع الثلاثة لها الطول نفسه، لا. دائما نحن بصدد المثلث الثاني. اسم المثلث، هذا المثلث يسمى مثلثا قائم الزاوية. ونمر بك الآن عزيزي المتعلم إلى المثلث الثالث. لاحظ جيدا المثلث، هل له زاوية قائمة؟ لا. ضلعان فقط لهما الطول نفسه، نعم. الأضلاع الثلاثة لها الطول نفسه، لا، لأن الطفلة استعملت اللون الأزرق في الخشيبات واللون الأحمر. اسم هذا المثلث مثلث متساوي الساقين. نمر الآن للمثلث الرابع، هل له زاوية قائمة؟ لا، أحسنت. الضلعان فقط لهما الطول نفسه، ضلعان فقط لهما الطول نفسه، لا، لأن الطفلة استعملت ثلاث خشيبات من ثلاث ألوان، أخضر أزرق أحمر. الأضلاع الثلاثة لها الطول نفسه، لا. اسم هذا المثلث عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، يسمى مثلث مختلف الأضلاع. مثلث مختلف الأضلاع. لا أنسى، مثلث متساوي الساقين، له ضلعان فقط متقايسان. مثلث قائم الزاوية، المثلث يتوفر على زاوية قائمة. مثلث متساوي الأضلاع، أضلاعه الثلاثة متقايسة. مثلث متساوي الأضلاع. الآن نمر بك عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، إلى النشاط الثالث. سنمر لطريقة إنشاء المثلثات، وأولا نبدأ بطريقة إنشاء مثلث متساوي الأضلاع. نرسم مثلثا متساوي الأضلاع، قياس ضلعه 4 سنتيمترات. أولا نأخذ المسطرة ونرسم قطعة قياس طولها 4 سنتيمترات. ثانيا بعدما رسمنا القطعة التي قياس طولها 4 سنتيمترات، نأخذ البركار ونفتح البركار لكي يأخذ الانفراج قياس القطعة كما تشير إليه الصورة. ثالثا أرسم دائرة، أرسم دائرة بحيث يوضع الرأس الحاد للبركار في النقطة الخضراء، ونحافظ على نفس انفراج البركار، وأرسم قوس الدائرة. رابعا أغير الآن وضع رأس البركار في النقطة الخضراء، وأرسم دائرة، قوس دائرة عفوا، يتقاطع مع القوس الأول في النقطة الحمراء دون تغيير انفراج البركار. وأخيرا خامسا أستعمل المسطرة وأصل النقطة الحمراء بالنقطة الخضراء، ثم أصل النقطة الحمراء بالنقطة الصفراء، وأحصل على مثلث متساوي الأضلاع. الآن نمر بك عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، إلى طريقة إنشاء مثلث متساوي الساقين. نرسم مثلثا متساوي الساقين، ضلعان طول كل منهما 5 سنتيمترات، وضلع طوله 3 سنتيمترات. أولا نأخذ المسطرة ونرسم قطعة قياس طولها 3 سنتيمترات. ثانيا
نأخذ المسطرة ونأخذ البركار ونحاول أن نأخذ القياس المشار إليه على المسطرة، يعني 5 سنتيمترات، انفراج البركار من 0 إلى 5. ثالثا، أرسم دائرة مركزها النقطة الخضراء وقياس شعاعها 5 سنتيمترات، أرسم قوسا منها. رابعا، دون أن أغير انفراج البركار أضع الرأس الحاد على النقطة البنفسجية وأرسم قوس الدائرة بحيث يتقاطع مع الدائرة الأولى في النقطة الحمراء. خامسا، نأخذ المسطرة ونصل النقطة الحمراء بالخضراء ونصل النقطة الحمراء بالنقطة البنفسجية ونحصل على مثلث متساوي، نحصل على مثلث متساوي الساقين. نمر بك الآن عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، إلى كيفية إنشاء مثلث قائم الزاوية. نرسم مثلثا قائم الزاوية. أولا، أخذ المسطرة أرسم الضلع الأول. ثانيا، نأخذ المزوات أو الكوس لننشئ الزاوية القائمة. لاحظ جيدا وضع الكوس على الضلع، ثم نرسم الضلع الثاني. ثالثا، لنحصل على زاوية قائمة. رابعا، أستعمل المسطرة وأصل الرأسين، يعني أرسم الضلع الثالث للمثلث وأحصل على مثلث قائم الزاوية. ركز جيدا عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، على الأدوات الهندسية المستعملة في الرسم. أتمرن ألاحظ الشكل المكون من مثلثات وأكتب رقم المثلث في الجدول أسفله. نبحث داخل الشكل عن مثلث قائم الزاوية، عن مثلث متساوي الأضلاع، وعن مثلث متساوي الساقين، وعن مثلث قائم الزاوية متساوي الأضلاع في نفس الوقت. خذ مهلة للتفكير عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، وحاول أن تلاحظ الشكل وتملأ الجدول. نمر بك الآن عزيزي المتعلم إلى التصحيح. مثلث قائم الزاوية هو رقم 1، مثلث متساوي الأضلاع هو رقم 3، مثلث متساوي الساقين هو رقم 2، مثلث قائم الزاوية ومتساوي الأضلاع مثلث قائم الزاوية ومتساوي الأضلاع هو رقم 4. نشكركم أعزائي المتعلمين على حسن انتباهكم وتتبعكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.